السلام عليكم. السلام عليكم. شلون شختم رسول؟ رسولي شلونه؟ سلامة ان شاء الله. الحبيبي زين انت؟ بصرك شلونه؟ الله يحفظك ان شاء الله. اختم رسول حاليا وين وصلتي بمتابعة علاج رسول؟ والله الحمد لله ان شاء الله. بدك تحاولين بعدك؟ لا بعد. ومصاريفك شلونه وياه؟ احنا راسلنا اخوة بايران وقالوا انه العملية تكلف 1800 دولار العملية الاولى، والعملية الثانية انه ان شاء الله بعد ما يعبر ال 15 سنة يجروا لي ان شاء الله. وبالنسبة لباقي مصاريفك وضعيتكم شلونها؟ الله يوفقنا. معاش على الاسبوعي في مجمع الدكتور على الطب الاسبوع 30. يلا يا دوب تكفي رسول؟ مو مكفي دوب. وباقي مصاريفك انت والاطفال؟ والله على ناس الخير يعني العالم. انت وين ساكنه بالضبط؟ انا اشتغل روحي. اقرب نقطه داله لكم؟ جامع الكويس. جامع الكويس. البيت ملك ايجار؟ لا والله بيتي ويا اخوش قاعده بغرفه مو؟ ومبرده ما عندك بهالحر؟ والله خش ما عندي. زين شلون بهالصيف؟ والله عندي بنكه بالكاش يعني يوم معين. بالكاش تنامي على مود البرودة؟ ورسول حبيبي انت شو تسوي بالحار؟ تبلل القاع وتنام عليها؟ الله يكون بعونكم. اختي عدد من الاخوة المتبرعين تبرعوا لكم. الاخت مهاجر تبرعت لك بمبلغ 309 دولار. اخت مقيمة ببريطانيا تفضلها على مود تشتري المبردة. وكم شغله الاخ الرسول بعد ما يحتاج تبلل القاع، هاي مبرده راح تجيكم ان شاء الله. والكهرباء شلون وياكم؟ السحب؟ والله السحب ابو السحب فرعنا بالخط. ايش كم امبير؟ ثلاثة. هاي المبلغ هم يكفيك تخلين جزء منه انه الصيف كله كهرباء؟ لا اسحب الرسول ليلي. الرسول ليلي وهمين مبرده؟ والله والديك ويزيد ان شاء الله. الله يحفظك. ايضا الاخت افراح المطير برعت لكم مبلغ 90 دولار. والله والديك. هاي على مود المساهمه بالعلاج مالته. يزيدها الله ان شاء الله. واخ عراقي مقيم بدبي تبرع لكم مبلغ 300 دولار. والله والديك ويزيدهم. هاي ان شاء الله. الله يحفظك. هاي 390 للعلاج. ان شاء الله. فاللي يبقى من المبلغ الله يخليك حبيبي 1410 دولار ان شاء الله على مود يتعالج رسول. والمبلغ الثاني من الاخت مهاجر هاي للمبرده والخط اللي للرسول. مشكوره والله والديك. الله يحفظكم. الله والديك. الله يخليكم. الله يسلمك.